اوكي ركز معي كيف. اليوم عنا حبايبي سلاح جديد، وهي الشخصية الجديدة اللي راح نشوفها مع بعض اليوم. لايك حبايبنا الكرام، الله يسعد ليكم. قبل ما نبلش هذا المقطع لا تنسوا تصلوا على حبيب محمد عليه الصلاة والسلام، لا تنسونا باللايكاتكم وشيرات، وخلينا ندخل شباب ونشوف بسرعة شو راح نعمل. اوكي اول شيء حبايبنا مثل ما انتم شايفين عندنا هالسلاحين نازلين جاد شباب. عندنا سلاح هذا السنايبر، يعتبر اول سكين لهذا السلاح السنايبر نزل جديد شباب، الام 24 حبايبي الكرام. ولكن ركزوا لي منيح منيح على خاصيه هذا السنايبر شباب، المميزات اللي عنده. السمات عندنا هون شباب مكتوب ناقص واحد من سرعه التحميل، يعني الريلودنج تاعه شوي هيك خفيف، بس ولكن ما في مبيع السبب في مشكله. هي انا دائما يعني ما بنتبه لها كثير. وثاني شيء عندنا المغزى شباب، عندنا فيه طلقات اكثر، طلقات اكثر، بس ولكن ركزوا لي معلم كيف عندنا هون موجود في الاختراق الدروع، يعني معلم بكسر لك الدروع ببربر لك الدرع معلم بشوي شوي. المهم شباب هذا اول سكيل، نشوف شو راح يصير شو راح يصير. بالنسبه للبي 19 معلم البي 90 عندنا هنا فيه واحد ضرر وواحد ناقص من المخزن، والدقه موجوده باللوز. سو اوكي خلينا نعمل هيك حبايبنا، نبلش نضرب. معنا هون يا شباب 239 بطاقه دايموند، بطاقه دايموند شو شكلي لسه ماني مصحصح من الصبح. بطاقه دايموند شو يا حجي؟ مو بطاقه دايموند، بطاقه الريبر رويال معلم. اوكي بلش مع اول 10 لفات معلم، ليتس جو بيبي. قولي ايه شو معلم؟ قولي عمر مسافر الزمن. حلو اوكي سوينا شوي. شوف شباب منزلين اسلحه اسطوريه شباب، يعني اسلحه من الاسلحه يعني مثل هذا السائق الشباب، هذا من احد البي 48 الحلوات كانوا ضرر فيه مخزن يعني في اسلحه جديده معلم نازله هون يا شباب. الصراحه قول لي مثل هذا السلاح عن جد في اسلحه كثير حلوه مرتبه. اوكي خلينا نكمل شباب، نشوف نكمل الوضع. شوف حظنا معلم من الصبح. اوكي اوه طلع لنا قار دايم شباب باللوس، طلع لنا بي 19 دايم كمان باللوس. حلو لكن احنا بهمنا شباب السنايبر هذا. فوزة يلا بدنا 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 السنايبر يا برو. جاهز هاوتي معلم السلاح حدودي مرة. بي 19 مرة ثانية. اوليي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 ي
لا 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 يا بني. يلا يا معلم. ايوه تينك 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 تينك. ما انا بعرف حظي الشباب يعني الصراحة انا بعرف حظي. لازم تصير توصل يعني توصل اي ضربته بسرعة لازم توصل لازم 100 وفوق معلم يعني هلا لازم يطلع لي السنايبر. طب لحد ما يطلع لي سنايبر ابو 7 ايام معلم. ايوه ايوه خلص هلا اكيد راح يعطيني يطلع لي سلاح معلم اكيد 100%. ول لا ثواني شوي اعمل هيك معقول لازم هي هون معلم هون. والله العظيم شباب 111 غريبه يا جماعه ما طلع لي السكن. دايم برو خلص يا زلمه تعال هون. اوكي هيك بكون جبنا السكن حبايبي السنايبر هذا باللوست. هنا ندخل على المتجر شباب ندخل الجديد نجيب العزبه البنت هاي شباب هاي الشخصيه جدا نشوف شو وضعها معلم. ليتس جو اصبر شوي نعمل عليها خصم. خصم ما في خصم ناقص 100. اوكي اوكي نعمل عليها الخصم باللوز. اوكي نجيب هالشخصية معلم نعمل لها فتح نعمل لها حسنا نجي لهون نجي هون الشخصية ننزل لتحت لتحت لتحت. طبعا شايفين الشخصية جديدة كمان جاستن بيبر معلم مثل ما انتم شايفين. على حسب شباب انه لهون هون معلم حسب ما في فقط فقط اللبسة تبعتها هي اللبسة تبعتها هي الشخصية معلم كاملة نجيب الشخصية هيك نفتحها مباشرة. نجرب الشخصية معلم نعمل لها تزويد. لا يا رجل ما بدي حد راح هذا يلا معلش روح ما في مشكلة. اوكي هي عندنا الشخصية حبايبي مثل ما انتم شايفين نلبس اللبسة اللبسة تبعتها يا اخي بنشوف يا اخي ايام زمان شباب كان ايام زمان يا جماعه كنا نقدر انه نكبس نكبس كبسه بيطلع بيطلع لنا نلبس الشخصيه يعني السكين يعني فهمت علي شلون. هلا ما بعرف وين رايحه معلم. اوكي هي تزويد اصبر شوي. لا طب سوني وات ذا هيل. لا مغادره
طولوا بالكم يا جماعه، هو كنا نجي لهون. اوكي اه هاي تزويد حلو هيك، لبسنا الحزمة تبعيتها معلم باللوز. حطوا شوف الوضع الشخصي. طبعا الشخصيه شباب هي معروفه شو هم ولا معلم. هاي الشخصيه قول لي عيون الناس. اه سننظر شباب، نختار الشخصيات المفضله هون على اليمين. راح ما اعرف اذا لاحظتوا هذه الشخصيه، هذا الشيء الشيء الجديد. يمكن لما نعمل شيء مفضل يطلعوا لنا الاشياء من فوق. حلو مثل ما توقعت، حلو باللوز. اوكي الان شباب هذه الشخصيه شباب اللي بدك اياها تقدر تعمل، يعني بتحط لها نشط، بتحط لها ايش بدك معلم، بتقدر تحط لها معلم يعني تختار النشط اللي بدك اياه، تختار الشخصيه اللي بدك اياها، يعني انت على كيف كيفك. اي شيء حلو بهالشخصيه معلم، بس هيك راح تلعب شخصيه دلن. اوكي اوكي معلم، بترقص كمان باللوز. ماشي خلينا نحط شباب مثل كل مره شباب، انا بتعود دائما احط الارنب. ارنب شو يا اخي؟ القرد. بعدين ماكسيم، حط ماكسيم. اوكي وشو كمان؟ شو كمان؟ اكيلي شيء طبيعي. وخلينا نحط موكو شباب، عشان الان راح ننزل ونجرب السنايبر الجديد شباب. لازم نروح باتش على المنطقه الزرقاء. اوكي شباب لا انا راح نشوف اوكي حبيبي الله يسعد ليكم. انا راح اشوف السنايبر هذا للاسف شديد، راح العب الجيمات بس، ولكن تميت ساعه معلم عم بدور على السنايبر ما شفته. راح ندخل التدريب. اوكي نشوف مثل ما انتم شايفين عندنا هذا السنايبر، فيه الاكسسوارات تبعته هون. اوكي عندنا 15 طلقه. هنشوف معلم عندنا بدهم بضرب تقريبا بدون شيء تقريبا 100 ضربه بس، ولكن شباب هذا السنايبر كثير سريع، يعني ضربات فيه كثير سريعه. فهمتوا علي شلون؟ 170 يعني هيك تك تك. ندخل لداخل اللعبه ونجرب معلم. شوف السنايبر هذا كثير سريع، يعني ضرباته سريعه، السويتش تبعه كمان حلو. اوكي 66 معلم. قول لي انت داون. قول لي او ماي جاد. حلو هذا نشوف معلم، اشتروا شوي. 122 بضرب تقريبا على الدرات، تقريبا بضرب 100 دمج بضرب، يعني بده اللعب. يعني اذا معك تلعب انت اثنين سنايبرين. تعال هون يا بيبي. وين على الغدر؟ هي المشكله بالابلع. ويلي قول لي تعال. يا ليت لا تلعب بالفرق، معك سنايبر كمل بالسنايبر. وين؟ قول لي ويلي هي معلمة ببربر بدراجون اوف، اقسم بالله. تعال طيب يا معلم طارق ما عندي 100 كيت. تعال قول لي في حدا هون؟ ما في حدا هون؟ هون 120 يا جماعة. وهذا السنايبر يعني هو حلو بس طلقاته السريعة كويسة، يعني فهمت علي شلون؟ هو مش توب يعني، بس يعني قول لي. تعال 120 معلم انا غايب، انا بدي اموت حبيبي والله. قول لي 400 بالهيد شوت، يعني لازم تركز معي بتجيب هيد شوت باللوز مستوى 60. هيد شوت باللوز. اوكي حبيبي الله يسعد ليكم، شفنا مثل ما انتم شايفين هذا السنايبر يعني دماجه مش مثل السنايبرات الثانيين اللي هو بدمج تقريبا يعني تحت ال 100 هذا بدمج. اوكي بس ولكن يعني فيه هون فيه اختراق دروع السمات تبعيته، بس هون يا جماعه في شيء معلم مو طبيعي هون. اصبروا شوي، هو انا ما ثبتت السنايبر ولا شلون؟ وي يا الله يا جماعه بقول علي في شيء مو طبيعي يا اخوان، صدمه كبيره معلم يا ربي. اوكي شباب انا بقول علي يا جماعه في شيء مو طبيعي، طلعت بالي عامل تزويد يا ربي. اوكي شباب لانه علي انا حسيت في شيء مو طبيعي، ليش هيك يعني بغريب هذا السنايبر؟ اوكي هيك احسن باللوز اكيد معلم. والله اغلبكم جايين عم بيشوف المقطع معلم وصل للنهايه، راح يغلي بكتب التعليقات اللي كنت بثبته، بس هلا اكسبت. بس بنشوف 62 82 لانه تكسر الدرع معلم، تكسر درع معلم، صار يعني خلاص راح درع معلم، صار يدمجوا اكثر. تعالوا انت وين رايح؟ ايوه ها شوف معلم، ايوه قول لي
بتطلع على الثلج باللوز. في شباب هو لاحظت عليه ان السويتش تبعه شوي سريع هذا. ايوه ها يلا حبيبي يلا يلا يلا. لما تشيل اثنين سنايبر معلم لازم قولي 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 قولي. بيك يا صاحبي ها شو جاي عندي هذا؟ شو جاي عندي حبيبي والله او روح عليه روح اضربه روح اضربه روح اه اضربه يا دك ربي هو صعب المعلم صعب يبتدي معي معلم راح خليه يلا اضربه وال وال شكله مات صعب كمان ويلي على البربره. لا والله يا جماعه هيك اختلف الوضع معلم اختلف الوضع هيك يا جماعه ها ها 135 صار يضرب معلم غير شكل صار في فرق ها قول بلا ها حبيبي والله. اوكي هيك الاوضاع صارت باللوز بعد هيك نقدر ننهي المقطع ومجربين السلاح اللي لازم نجربه مو السلاح العادي. المهم شباب مثل ما قلت لكم من شوي هلا هيك بكون انتهى مقطعنا اليوم. اوكي حبيبي الله يسعد ليكم ان شاء الله استمتعتوا معنا. اعطونا لكم بالتعليقات شباب هذا السنايبر جديد وشخصيه جديده شباب راح يكون في شخصيه ثانيه اللي هي عملت الشخصيات كثير في شخصيتين لسه معلم مش نازلات راح ينزلوا راح نشوفهم ان شاء الله مع بعض ان شاء الله. بتمنى لكم يوم سعيد اشوفكم على خير اكتبوا لنا بالتعليقات. السلام عليكم.